متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. تسود أجواء مغبرة خلال نهار اليوم في العاصمة الرياض مع 43 درجة مئوية، الملموسة 38، أما الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، تبوك طقس حار 39 إلى 24، سكاكا 39 إلى 27، مهرار 37 إلى 25. المنطقة الغربية المدينة المنورة، فرصة لزخات رعدية من المطر 45 إلى 31، جدة 39 إلى 27، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف 34 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 31 إلى 24، أبها 29 إلى 20، وجازان 32 إلى 29 مع زخات رعدية من المطر. المنطقة الشرقية، رياح البوارح تهب بشدة خلال نهار اليوم، تعمل إثارة الأتربة والغبار. الدمام 23 إلى 43 إلى 31، الإحساء 46 إلى 33، وحفر الباطن غبار خفيف مع 40 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الدواب العاصمة الرياض، أتربة مثارة 43 إلى 30، بريدة 41 إلى 28، وحائل زخات رعدية خفيفة من المطار 38 إلى 27. إلى اللقاء.